لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. المغربي بطل إفريقيا العائد إلى سكة الانتصارات مواجهة حاسمة أمام تو بويسون مازيمبي الكونغولي على كأس السوبر الإفريقية بالدار البيضاء. صحيح، المواجهة ستشهد اعتماد تقنية الفيديو لأول مرة في بطولة أندية القارة السمراء. المزيد من التفاصيل في تقرير مراسلنا ياسين مهرش. بعد استعادة المعنويات، الوداد يبحث عن لقب إفريقي جديد. مواجهة صعبة أمام تيبي مازيمبي الكونغولي الفائز بكأس الكونفدرالية. مواجهة السوبر تأتي في مرحلة مهمة بعد عودة الوداد لسكة الانتصارات مع المدرب فوز البنزرتي. معنوية عالية ورغبة لإسعاد المغاربة بتحقيق لقب جديد للكرة المغربية. ما غاديش تكون مقابلة سهلة، خصوصا يعني كنعرفوا فريق مازيمبي يعني كيلعبوا واحد الكرة حديثة وكيلعبوا على لي كونتر بزاف. كنتمنى ان شاء الله باش الدراري يكونوا واعيين بالمسؤولية ويقدموا واحد المباراة اللي تكون واحد الفرجة جميلة للجمهور الودادي، خاصة يعني غيعمر التيران ان شاء الله نهار السبت في الميدان ديالنا وامام الجماهير ديالنا. ما يمكنش اننا نخرجوا خايرين الوفاد. نتمنى ان شاء الله اننا نكونوا في المستوى الكبير ديال هذا الحدث هذا اللي ان شاء الله ندخلوا به التاريخ ديال فريق الوداد. وداد الامه يواجه خبره مازيمبي الكونغولي حامل لقب كاس الكونفدراليه، يضم في صفوفها الموهبه والخبره. الفريق انهزم امام ماميلودي سانداونز العام الماضي ويبحث هذه المره عن اللقب الرابع. كامل مكونات تيبي مازيمبي تدرك صعوبه المواجهه. يجب أن نبحث عن تقديم مباراة كبيرة حتى نتمكن من الفوز باللقب. الأمر لن يكون سهلا أمام فريق كبير، ومازيمبي فريق كبير كذلك. هي مباراة بين أقوى فريقين في إفريقيا. لأول مرة سيتم اعتماد تقنية الفيديو. استعدادات متواصلة لتجهيز مركب محمد الخامس. الاتحاد الإفريقي يدخل مرحلة جديدة بعد تجربة التقنية بشكل ناجح خلال مباريات بطولة إفريقيا للاعبين المحليين بالمغرب. موعد يتجدد بين الوداد وتيبي مازيمبي في نهائي السوبر الإفريقي، رغبة لتحقيق لقب قاري جديد تصطدم بقوة إفريقية تقليدية. استمع رشبين سبورتس، الدار البيضاء.